أم هل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأوروبيين شهرين إضافيين من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي؟ في الوقت نفسه استبعد روحاني التوصل إلى صيغة مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق، وأضاف أن بلاده ستعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة من سياستها الخاصة بخفض الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، واصفا هذه الخطوة بأنها ستكون الأهم والتي لها تأثيرات غير عادية.